سعداء بلقياكم مشاهدينا ضمن توقعات احوال طقس بربع المملكه لنهار اليوم الخميس. غادي تشكل سحب منخفضه مصحوبه بضباب محلي بالقرب من سواحل الوسطى والشماليه خلال الصباح والليل، وغادي تظهر سحب غير مستقره شيئا ما مرفوقه بزخات مطريه ضعيفه او قطرات مطريه خلال الظهيره والليل فوق مرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط. عدا ذلك غادي تبقى السماء صافيه الى قليله سحب بباقي جهات المملكه. بالنسبه لدرجه الحرارة ف 44 درجة غادي تسجل بمدينة سمارة، بنملال ومراكش 43 درجة، 40 درجة بكل من الرشيدية والسردة، 39 درجة ببوعرفة، 38 درجة بخريبكة، 37 درجة مسجلة بكل من تطوان وورزازات، 36 درجة غادي تسجل بالعاصمة الشرقية للمملكة وجدة، أما فاس وتونات والعيون فغادي تسجل بها 35 درجة، وعاصمة سوس أكادير 31 درجة. العاصمة الاقتصادية المملكة والداخلة غادي تسجل بهم 27 درجة، أما مدينة صويرة فغادي تسجل بها 22 درجة. بهذا كنكونوا نهينا معكم نشرة جوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، عيد مبارك سعيد.